deux colonnes. Les belles couronnes de la perche. Allez, venez, venez, une colonne ici. Allez, une colonne ici, alignée. Et une colonne ici, alignée également. Au-dessus de la voilà, le plus loin possible. Écartez-vous, écartez-vous. Deux colonnes, juste deux colonnes. Allez, sur les côtés. Allez-y, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Là aussi, sur le côté. Voilà. Et à chaque fois qu'on aura une arrivée, on leur fera une... Oh là ! Vous connaissez le صباح الخير صباح الخير لكل المتابعين ومتابعات قناة التلفزيون من خلال المباشر كما تشوفوا معنا خلفات الصبحية الصباح كما تتابعوا معنا من خلال هذه المباشر متابعة قناة شوف تي في يعني لجمعية الأطلس الكبير هنا تنظم واحد السباق سباق لفائدة النساء نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر متابعة قناة شوف تي في يعني الآن احتفالية احتفالية لهذه النساء بعض اللحظات ثم تتابع معنا من خلال هذا المباشر ان احتفاليه كبيره في هذه اللحظات اي بو ريستي كوم سا اي دي كون اين كونكورون كي تيرمين جو كون سور فو اون تيرين دون دو بوي اي اون ليفرا لي برا اون ليفرا لي برا شرطوا من خلال النساء اي اون جوستمون اون فوالا اون جو كون سور فو اون فوالا اون مازال السباق مستمر كما تشوفوا معنا باقي النساء نساء باقي يعني باقي النساء يعني مازال مازال النساء احتفال مع النساء يعني النساء بهذه الطريقه الخاصه كما تشوفوا معنا من خلال نساء في مختلف الاعمار يعني اللي قرروا انهم يشاركوا في هذا السباق السباق ديال 7 كيلومتر يعني بمناسبه اليوم العالمي للمراه يعني تشجيع لكل يعني المراه الان كما تشوفوا معنا احتفاليه خاصه كما تشوفوا معنا من خلال المباشر يعني احتفاليه خاصه بخصوص هذا السباق كما تشوفوا معنا نحن في النقطه ديال الوصول كما تتبع معنا متابعينا يعني تقريبا ساعة ساعة و 14 دقيقة مازال المشاركات يوصلوا يعني نقطة الوصول كما تتبع معنا في هذه اللحظات كما شاهدتم معنا متتبعينا يعني المشاركين في مختلف الأعمار يعني يقوم بالطريقة ديالو الخاصة والتحدي بائنة في هذا الفضاء كل النساء حاضرات وتحدينا الصعاب تحدينا 7 كيلومترات بجهدهن الجهيد وصلنا إلى لحظة الوصول إلى هذا الفضاء وشكرا لجمعية الأطلس الكبير شكرا لكشواز شكرا لكل المتدخلين الفاعلين في تأتيت هذا الفضاء شكرا للجنة التنظيمية شكرا للفرق المشاركة كما تشاهدوا معنا من خلال
الأطباق إزواج السنة هذه بتنظيم الجمعية الأطباق الكبير. الحضور الوازن للمسؤولين كما تشاهدوا معنا خلال المباشر على الكاتب العام لولاية الدورة الكاسبي الوالي جهة الدورة الكاسبي الممثل عن يعني الممثل عن On aura un tirage au sort hein, tout à l'heure. Hein. Un tirage au sort avec des abonnements à la salle de sport. Et dans quelques instants, la cérémonie protocolaire. استمعتم معنا متابعينا خلال المباشر. إذن مقالنا نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نتمنى أننا نلقاكم مباشرة على آخر على غدا.